وسهلا بيكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة وبرنامجكم إله الدماء الحلقة اللي فاتت ختمنا الحلقة بسؤال بيقول كيف يطلب الله قتل أطفال ونساء المديانين سؤال ده مرتبط بنص مع باسم ممكن تقراه لنا يا باسم؟ آه طبعا النص في سفر العدد 31 وبداية من عدد 17 والكلام هنا أمر من الرب لموسى فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوها لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيات الإشكالية اللي موجودة هنا في النص إن إزاي الله يطلب من موسى إن يقتل أطفال ونساء إحنا سألنا السؤال ده لبعض الناس خلونا نطلع نشوف ردوا قالوا إيه ونرجع لحضراتكم نكمل الحلقة يقصد ان الناس او السيدات او النساء اللي هم كانوا بيخطأوا وبيعملوا خطيه مش عارف هو بصراحة أنا مستغرب إن إن الله يدي وصية بالقتل. كانوا مضجع ذكور فدي كانت جت عن طريق غلطة. تعرفي مين هم الميدانيين لا. اللي هم كانوا بيخطفوا الأطفال والشعب من المكان بتاعهم. لا. لا. ورجعنا لكم مره تانيه ونحب نرحب بضيف حلقتنا وجناب القسيس عزه شاكر راعي كنيسه الانجلاب مدينه نصر اهلا بحضرتك اهلا بيكي واهلا بيك يا باسم اهلا بحضرتك صلاتي ان الرب يستخدم كل حلقه عشان تكون بركه لكل مشاهد امين زي ما قلنا في البدايه ان عنوان حلقتنا عن قتل الاطفال ونساء المديانين تمام بس عايزين قبل ما ندخل في الاشكاليه الكبيره دي تمام عايزين نعرف مين هم المديانين حلوه المديانين شعب قبلي والمديانيين هم من نسل ابراهيم. استغربوا لما اقول من نسل ابراهيم. لكن من نسل ابراهيم من قطوره اللي اتجوزها ابراهيم بعد كده. فدول شعب همجي من نسل ابراهيم من قطوره وكانوا قبائل متعدده عايشين جنوب كنعان. وكانوا واخدين موقف الضد ضد شعب الله. آه. وتلاقوا دايما بيتحالفوا مع اي عدو لشعب الله عشان يدمروا شعب الله على طول بشيء غريب جدا جدا دول المديانين باختصار شديد طب انا عندي سؤال اكثر من نقطه يعني ممكن آه. نقول عليه قوي. سؤال هات كل اسئلتكم آه. يعني ايه اللي عملوه و... و... وليه مر الله ما سامحهمش سم... تمام ومهما كانوا عملوه يعني ايه اللي عملوه؟ آه. لو بصيت في الايات يا باسم اللي حضرتك قريتها وبدات بيها آه. آه. الرب بيدي موسى امر بقتل النساء اللي عملوا ايه والاطفال اللي جم منين فاكر آه. هو بالزبط. ادى امر بقتل النساء الزانيات تمام آه. واطفال الزانيات مش اكتر من كده انا عشان المشاهد يبقى معايا آه. فالرب ادى امر لموسى اقتل النساء الزانيات واطفال الزانيات اجيب لك شاهد تاني في سفر العدد 25 يقول ثم قال الرب لموسى ضايقوا المديانيين واضربوهم لأنهم ضايقوكم بمكايدهم التي كادوكم بها في أمر فغور إيه أمر فغور وأمر كذبي المهم إيه أمر فغور ده إيه اللي حصل أنا هقول من الأول قبل ما أقول إيه أمر فغور إن هي لما لما قام يحارب ده بناء على أمر الرب وده طبعا يشدكم من البدايه قوي. اه أمر, امر من الرب. تمام؟ طبعا. 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 لكن انا قصدي اقول بناء على امر الرب، اذا هي من البدايه حرب بامر من الرب. مم. لكن ارجع لحاجات انا قلتها في حلقات قبل كده. هل كان القصد نشر الدين؟ ابدا. مم. هل قال لهم روحوا ادخلوا البلد الفلانيه معاكم السيف قول لهم اللي مش هيعترف بيهوى هو الرب بتاعه قتلوه أبداً صحيح أوه. احنا قلنا قبل كده ان ما فيش حرب في العهد القديم خالص يعني حرب دينيه بالزبط. او من وراها بالظبط آه. وما كانش فيها ابدا حرب بهدف سلب الغنائم مم. اطلاقا مم. لكن كانت بتيجي بناء على في خطا والرب عايز يعاقب واذكر تاني مم. ان احيانا كان الرب يعاقب المديانيين او الكنعانيين او بني اسرائيل نفسهم وزي ما بيستخدم بني اسرائيل عشان يضرب بيهم المديانيين جه وقت يستخدم اشور يضرب بيها بني اسرائيل, إسرائيل. اقول لكم ايه القصه عشان تبقى واضحه اه انا عايزه اعرف القصه اه يقول له لانهم كادوكم في امر فغور ايه امر فغور اللي حصل اللي حصل ان بني اسرائيل لما جم من تشرح مصر ليه قتل ليه طلب من موسى انه يقتل المديانيين على اساس القصه آه. بالضبط آه. اشكرك عشان التوضيح لما بني اسرائيل خرجوا من أرض مصر وداخلين أرض الموعد وهم داخلين مؤاب سمعوا باللي بيعملوا الإله الجبار ده بكل الشعوب <applause> وإزاي خبر انتصاره على فرعون خلى العالم كله عرف فرعون بكل قوته بكل جيشه بكل مركباته ما قدرش يقف وسمعوا باللي حصل فجه بالاق الملك بتاع مؤاب أوه. قالك بس دول هيجوا هنا هيفنونا طب اعمل ايه راح لواحد اسمه بلعام ابن بعور طب هو مين, مين بلعام ابن بعور بلعام ده واحد ساحر ساحر ويبدو كان ليه شهره وامر غريب جدا لما نقرا قصه بلعام ابن بعور قصه غريبه جدا راح لبلعام مش راح له جاب شيوخ المؤابيين وشيوخ المديانيين لان هم كانوا مع بعض وقال لهم اعملوا معروف روحوا قولوا البلعام تعالى العن للشعب ده م. انا عارف ان اللي انت تلعنه يتلعن واللي تباركه يتبارك اراحوا الناس وراح عمنا بلاق اداهم فضه وذهب عشان يغروا الراجل تمام. راح حاجه غريبه قال لهم طب استشير الرب وارد عليكم قال لهم ما اقدرش الرب قال لي ما تروحش ده شعب مبارك اغروه بفلوس زياده مم. اراح أراح بارك الشعب بدل ما يلعنوا عشان يروح يلعنهم آه، راح باركهم لان ده شعب مبارك آه. اغروه اكتر بفلوس زياده اللي بيعمل كده وبيبعت ملك مؤاب آه. وبيبعت شيوخ المديانيين والمؤابيين لبلعان إيه اراح بالاق بقى مم. بالعام اسف مم. قال الجماعة دول ده الأمر سهل جدا مم. أولا أنا ما أقدرش ألعنهم لده شعب مبارك مم. أنا هقول لكم على وسيلة تقدروا بيها تنتصروا عليهم تماما وتدمروهم اللي هي إيه إيه يا عم الوسيلة اللي ندمرهم ودي نبر عليها كاتب سفر الرؤية يوحنا الرائي مم. يقول علم بالاق أن يلقي معثرة أمام بني إسرائيل مم. علشان يعبدوا آلهة غريبة ويزنوا أه. الهم الامر ببساطه شديده خلوا بناتكم يغروهم ولما بناتكم يغروهم هيقعوا في الخطيه ولما يقعوا في الخطيه الرب هيغضب عليهم يعني أه. بالعام هنا غلط طبعا غلط أه. بالعام غلط حتى لو من وجهه نظره هو ما لعنش لكنه على العصره حيله خبيثه جدا جدا أه. ان يقول له الفكره دي يقول ابدا انا مش لعانه تروح تخلي البنات يغروهم أه. فراحوا وواضح اللي يقرأ القرائن كلها إن بنات الكن المديانين هم اللي عملوا كده راحوا أغروا الشباب والشعب اليهودي أوه. اللي هو يقول عليه أمر فغور أوه. أمر فغور قال له ضيقوم أوه. في أمر فغور أوه. فكل الشعب اليهودي عبد بعل فغور وابتدأوا يزنوا أوه. أوه. شايفين؟, شايفين الشر؟ حيلة. شايفين الحيلة الماكرة الخبيثة؟ أوه. أوه. وكان الهدف منها يفني شعب الله وانا هرجع تاني لجمل انا بقولها مهمه جدا ان الشعب ده اللي اختاره الرب عشان يكون شعب مقدس عشان يجي منه المخلص ده بيقول حيله كفيله انها تدمر الشعب ده تدمر يعني عايزهم يعيشوا في الانحطاط في الفساد عباده الهه اخرى الزنا كل اللي حصل ان الرب ضرب الشعب بوباء مات من الشعب 24000 مات 24000 24000 24, طب معلش ممكن اقف عند المد النقطة دي المديانيين شعب لا مات 24000 من, من شعب الله من شعب إسرائيل من شعب الله لأنهم تجاوبوا مع الخطأ آه، ده نتيجة <applause> الزنا وعبادة بعل فغور ضربهم بالوباء وهنا فاكرين لما كنا بنقول الله بيغار على قصته ايوه وهنا بيعاقب مين؟ شعبه شعب, شعب إسرائيل يعني يمكن لو سمعنا ان موت اربعه الف من اي شعب وازاي وده جبار م. او ارسل وباء قتل من بني اسرائيل اربعه الف حتى أه. لو هي حيله يعني حتى لو هي حيلة مش حيلة ده آه. أنا عندك كل الوصايا ما هم عملوها بإرادتهم كل الوصايا اللي آه. بقول لك اوعى تعبد آلهة أخرى بقول لك مش لا تزني لا تشتهي م. ولا تزني م. ولا تسرق ولا تقتل الشرائع عندك فتيجي تسمع حيلة يعني ده يصور لنا الشر واحنا النهارده بيجينا عدو الخير ويقول لنا اعمل واعمل وللاسف نطيع فقتل من الشعب أربعة 24 وهنا ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ وموسى بيصرخ فالرب قال له روح اقتل اقتل مين؟ المديني النساء شوف. ادي الناموس بيقول ان الزاني والزانيه يقتل م. الزاني والزانيه يقتل قال له اقتل النساء الزواني دول م. ما قالوش اقتل إلا الزواني. م. هو هنا ودايماً بقول الرب لما بيعاقب بيعاقب المخطئ. طب ما حضرتك كنت دايماً تقول لنا آه. إن الرب لما بيعاقب بيعاقب شعبه. تمام لكن مش بيعاقب الشعوب الأخرى. لأ. اشمعنا في القصة دي عاقب الشعوب عبدا. الأخرى؟ لأ. م. آسف. م. في فرق بين التأديب وبين العقاب. م. الرب يا نرمين إحنا شعب الرب. لما بنغلط بيمد عصا التأديب. بهدف إن نكون في أحسن صورة. لكن بيعاقب كان بيعاقب الشعوب الأخرى لما يلاقيها هتتوحش وتأذي بقى الشعوب وتدمر مخططه ودول فهنا بيتدخل علشان يعاقب دول زنوا يقتلوا فبيقولوا اقتل الـ الـ النساء واقتل الأطفال أولاد الزنا عشان الناس تعرف إلى أي مدى الفساد ونتيجة الشر بس مش العقاب ده شديد على على يعني هو انا بس كان... عايزه اقف عندك فكره العقاب نفسه يعني انا ما في كل حاجه حضرتك بتقول انه اللي ماتوا 23 24000 أربعة أربعة اه في اشكاليه كبيره على النقطه دي بتيجي بتشكك في مصداقيه الوحي المقدس لان في كرونسوس الاولى 10 بيقول تمام. ولا نزني كما زنى اناس منهم فسقط في يوم واحد 23000 تمام فهو 23000 ولا 24000 ابدا انا انا عارف ان الناس تروح ماسكه الخطا ده مش اسف مش الخطا الرقم تناقض ده والرقم تناقض ده. ده تناقض في اه يقول سفر العدد بيقول اللي ماتوا 24 24 ألف. <applause> والرسول بولس يقول 23000 وبيشير للحادثه في خطا في 1000 يبقى الوحي خطا يا جماعه انا بقول اللي بينقد اقرا النص بدقه وانا بقول ده ليه لكل مشاهد كريم دلوقتي بيسمعني بيشوفني بقول لما تقرا نقد للوحي اوعى تصدقوا اتأنى كده واقراها بتأن، تلاقي الإجابة لما تقروا كلمات الرسول بولس يقول فقتل الوباء في يوم واحد 23 ألف في يوم واحد م. تمام؟ لما نقرا في سفر العدد ان اللي ماتوا من جراء ضربه الوباء ألف ماتوا على مدى يومين ثلاثه اربعه اول ما جت ضربه الوباء في اول يوم مات 23 لكن ألف لكن اجمالي العدد اجمالي العدد 24 اجمالي العدد آه. تخيل يا باسم لما انا بقول لك ايه يوم 6 اكتوبر استطعنا في الحرب في 73 ان نموت مثلا 10 10000 جندي اسرائيلي ويجي واحد تاني يقول في حرب 6 اكتوبر احنا موتنا 23000 جندي اسرائيلي مين ده انا بقول يوم 6 اكتوبر اه طب وهل في النص اللي الرسول بولس كان عايز الكريسي يشير الكريسي. اه اه لا هو مكتوب فعلا بيقول. مكتوب في اول يوم, في يوم فسقطت واحد. في, في يوم واحد, واحد. لا لا في, في يوم بالحرف بالحرف عايز يعبر عن قسوه الضربه ازاي الله لما غضب مم. فمات في يوم واحد مم. في يوم مم. واحد مم. لكن في ناس طبعا اصيبت بالمرض وفضلت بتاخد نفسها بالعافيه لتاني يوم والتالت يوم وماتت بقى ده اللي حصل مم. فمفيش اي اشكاليه فانا بقول هنا بوضوح شديد جدا ان الرب عاقب من اجل خطا من اجل خطا مش عقاب عام كان عندك سؤال عام لا كان عندي سؤال ان الخطا أه أه اللي حدث مهما كان اه العقاب اشد منه فين هنا طول الاناه بتاعه الله فين هنا الرحمه اللي بنسمع عنها إيه عارف يا بس أو فرصه الغفران او التوبه انا دايما بقول دايما بقول ده لما نقرأ تاريخ الشعوب دي كلها ده الرب تمهل على شعوب مئات السنين وأنا بقول ثق إن مش ممكن الرب يعاقب أو يؤدب إلا بعد رسائل إنذار ملهاش أول من آخر ودول بقى واقفين يفسدوا مخطط الله يعني دول لولا تدخل الله بص بقى نرمين لما نقول تدخل الله المباشر لولا تدخل الله المباشر وضرب الأول شعبه بالوباء كنا وصلنا لغايه فين يعني م. الله تدخل تدخل مباشر م. سريع وراح ضرب شعب الوباء عشان الشعب يصرخ في ايه في ايه هو ضرب الشعب كله ولا ضرب الناس اللي غلطت بس م. هو ضرب الشعب سقط في خطيه الزنا وعباده بعل فغور طب والاطفال ذنبهم فضرب اه لما نيجي للاطفال ذنبهم ايه لو كان قصدك انك توصلي بالسؤال لا انا قصدي انه ازاي ياخد الصالح مع الطارح؟ لما خدش الصالح مع الطالح أنا اللي عايز أقوله كمان يعني مبدأ تاني عايز أقوله لكل مشاهد إن الكتاب المقدس مش هنا ملف قضايا. م. يعني بجد أنا عايز أقول ده بس بنستنتج منه ربنا أنا عارف لكن إيه إيه بمعنى مش ملف قضايا؟ مرات مثلا إيه نقابل مرات لوط ليه لما غلطت اتحولت إلى عمود ملح؟ م. تمام؟ انا هنا ما عنديش ملف القضيه يعني ممكن احنا في الزمن اللي احنا فيه ده في ناس من كبارات البلد عليهم قضايا فاقول عايز نشوف ملف قضيه فلان عشان ادرسه فاكرين ملف القضايا كان القاضي بيقول انا عندي ملف ما اعرفش كام الف صفحه ملف قضيه واحده فهو هنا مش حاطط لي ملف قضيه زوجه لوط ملف قضيه المديانين هو عايز يوصل رساله وده كويس اقوله إن... انه ما قالش كل حاجه عن ال... آه. عن القضيه بالظبط عن الملف أقوله ده. عشان اقوله لكل مشاهد يبقى واخد باله معايا هذا الكتاب هدفه الاساسي ان يقدم لينا اعلان الخلاص بالنعمه بالرب يسوع المسيح اه بس احنا غصب عننا يا الأسيس يعني آه. لما نسمع عن طول انات الله ورحمته آه. لازم نسال سؤال زي كده تجاه آه. اي خطا بيخطأه البشر تمام الحاجه الثانيه الحاجه الثانيه انه تمام. في دي بتبقى ماده لبعض تمام النقاد اللي بيهاجموا العهد القديم آه ودي مهمه إن احنا نعرف انا اديني بقول لهم آه اول حاجه هذا الكتاب بقول تاني من اول نبوه فيه في اولى صفحاته نسل المراه يسحق راس الحي اخر ايه امين تعالى ايها الرب يسوع هدفه تقديم الرب يسوع ده سجل تاريخ الله مع البشر وعلاقته بالانسان خبره الانسان مع الله عشان يوصلنا للمسيح يسوع لما اجي اقول بقى قضيه زي دي انا قدامي شعب شعب شرير فاسد زاني م. وانا قلت شعب الله نفسه وقف في خطيطي بيعبد باع فغور بيعمل ايه بيزني م. الاطفال زنات الرب تدخل تدخل فوري نتيجه الزنا ابناء زنا أبناء تدخل زنات. الرب تدخل مباشر م. عمل عقابيا العقاب الاول شوف الرب اللي بقول دايما يستطيع ان ينفذ عقابه باي طريقه يشاء هو الرب فجه عاقب بني اسرائيل بوباء موت كام 24000 وجه عاقب دول يستخدم دول لعقابهم يقول له روح اضربهم يعني مم. انا ضربتكم بوباء أنا عايز أنتوا تضربوهم. هو الشعب كان مستحمل وهو بعد خارج أه من الوباء إنه يروح لا ما أنت لو قريتي لو قريتي تلاقي أمر الحرب دي غريبة جدا لأنها حرب الرب اللي أمر بيها. إزاي؟ تلاقي إن كل اللي طلبوا موسى إن كل سبط يطلع من عنده ألف جندي. فقط لا غير. غير التعداد الكبير الأرقام الضخمة اللي كنا بنسمع عنها. وراحوا انتصروا لأنه شعب غارق في الزنا. غارق في الزنا. المهم راحوا وانتصروا في الحرب لان كل اللي عايزينه اقتل كل امراه زنت وكل اطفال الزنا بس سالني سؤال الاطفال م. الاطفال يعني, يعني ايه ايه يعني ذنبهم؟ انا اقول لك ما يقال من كبار المفسرين يقول اول حاجه عشان يوري المجتمع في الوقت ده يحسسه بمرار اللي هو عمله بفساد اللي هو عمله الحاجة التانية قال لك الأطفال دول ممكن لو كبروا كان حاجة من الاتنين. أول حاجة كان ممكن دول يقدموا ذبائح للآلهة الوثنية. عشان لأن كانوا بيحرقوا ولادهم مم. بالنار. مم. اتنين دول كان ممكن لما يكبروا يبقوا عقبة في طريق شعب الله يفسدوا برضو المخطط الإلهي. مم. مم. الحاجة التالتة إن ما كانش لا كده ولا كده هيعيشوا في شرهم وفسادهم مم. ويخسروا أبديتهم. هم دول مش يعتبروا دلوقتي اسرائيليين؟ ما هم جايين من رجال لا. اسرائيليين انت عايزه تقولي جايين من رجال اسرائيليين؟ آه. دول ولاد زنا في الاخر. اه, آه. ولاد زنا يعني ما يحسبوش على آه. الشعب الاسرائيلي وحتى لو حسبوا ما الرب كان بيعاقب ده وده يعني آه. العقاب مالهش دعوه ان ان لو من دول يبقى ما يعاقبهمش. آه. ما احنا لسه قايلين ضرب بالوباء دول وموت منهم 24000 آه. فالفكرة إن هنا آدي دول فكان قضاء الله هذا الأسلوب الحاجة الثانية علق لاهوتي وقال قال يجب أن لا نحكم على الأحداث اللي كانت بتحصل في العهد القديم من 35 قرن بمقاييس حقوق الإنسان النهاردة بخلفيتنا خلفيتنا دلوقتي ده أمر برضو أنا كله عشان أثبت للمشاهد بعض الحقائق بقى دي حاجات من 35 قرن اقروا الحروب كانت بتحصل ازاي من 35 قرن العنف كان في المجتمع موجود ازاي الناس كانت بتعمل ايه فدي حاجات من 35 قرن احكم عليها بمبادئ حقوق الانسان النهارده ابدا يبقى ظلم على طول صحيح. إيه اي اسئله أنا تانية انا انا ما فهمتش سؤال نرمين لما قالت ان هم دول شعب الله الاطفال اللي هيبقوا بعد كده شعب الله آه لا كنت يعني يعني معتقدة إنه طالما هما جايين من رجال إسرائيليين آه. فيتحزبوا على شعب الله فبالتالي كان يقدر إنه ما يقتلهمش أبداً يعني يتحسبوا أبداً. على ممكن يصابوا بالوباء أو العقاب فقط. يا نرمين دايماً عقاب واحد على طول مم. الله أنا قلت وبقول تاني لا يحابي بين المديانيين والكنعانيين وأنا أنا للوهلة الأولى آه. افتكرت إنه آه. الله قتل المديانيين آه والنساء والاطفال وما عاقبش الاسرائيليين اللي برضه زنوا، م. انا للوهله الاولى افتكرت كده. لا, لا. عاقبهم، طب شوفوا بعد كده لما نيجي للقضاه سته من واحد لخمسه، شوفوا المديانيين حتى اللي كبروا لان أنتوا بتسالوا على الاطفال، م. م. شوفوا اللي كبروا عملوا ايه؟ يعني مجرد كبروا شويه، نيجي للقضاه سته. وكان اذا زرع اسرائيل يصعد المديانيون والعمالقه اللي هم عماليق وبنوا المشرق يصعدون عليهم وينزلون عليهم ويتلفون غله الارض الى مجيئك الى غزه ولا يتركون لاسرائيل قوت الحياه لا غنما ولا بقرا ولا حميرا ودخلوا الارض لكي يخربوها. عملوا تحالف شوفوا قد يعني انا بتخيل عشان ارد برضه على سؤالكم اتخيل لو الاطفال دول كمان لم يقتلوا يا دول اللي بيعملوه المديانين دول دول الاطفال اللي اتسابوا لان قال اقتلوا بس كل طفل اه النساء وكل طفل من الزنة من الزنا شوفوا هنا مجرد باقي الاطفال لانه ما قتلش باقي الاطفال ولا باقي النساء ولا باقي المدينين شوفوا دول هنا في قضاة ستة من واحد لخمسة بيتحالفوا يعملوا ايه علشان يدمروا كل شعب الله شوفوا دي والمدينين يعني بعد العقاب ده يعني انا بقول الرب لما بياخد قرار لما بيبقى ما قدمناش قرائن زي كده نتوه نقول ايه اه فعلا ظلم بالعكس فما بالك هو بقى اللي شايف كل التفاصيل كل الصورة احنا مش شايفين كل الصورة احنا شايفين جزء منها جزء منها فانا بقول تاني وعايز انبر ان الله قاضي عادل قاضي عادل بمعنى ان لكل انسان لافعاله نتائج طبيعية ان كانت شريرة وان كانت خيرة فالنتائج الطبيعية الإنسان بيحصدها فدول عايشين في الزنا بيعبدوا بعل فغور بيقدموا أولادهم بيحرقوهم بالنار لآلهاتهم مم. فكان لازم يجي العقاب ده مم. لأن في ده في مخطط لازم يمشي إلى المنتهى أنا مستغربة إن المديانين بعد العقاب ده ما تابوش آه. يعني إنه كانوا قصات القلب وما آه. تابوش وده ده ولما تيجوا تقولوا الرب وإلى آخره ده أنا بقول الرب صبر عليهم قرون صبر عليهم قرون م. وانا بقول دي النتيجه يقول كطريقهم اصنع بهم وكاحكامهم احكم عليهم فيعلمون اني انا الرب طيب. احكم عليهم حضرتك انا عارف انه في خلال الحلقه آه. بين السطور قلت رسائل كتير جدا طبعا لكن عايزين تطبيق عملي مباشر آه. آه. لينا من القصه دي اه من القصه دي بقول لكل واحد بيشوفني الوقتي بقول لكل واحد فعلا عش بامانه للرب الرب ساهر وشايف وكاشف وفاحص وفيه يوم للدينونه وفي يوم للمكافاه احنا المؤمنين المكافاه بتاعتنا تختلف من شخص لشخص لان الرب عادل لا يمكن يكافئ مؤمن مجتهد جدا بمؤمن كسول و يعني في الأخر وكذلك بالتصطر. العقاب يختلف من شخص لشخص زي بعضه دي انا بدخلكم في متاهه تانية لكن اللي عايز اقوله يا كل واحد بتشوفني الان ابذل اقصى مجهود المكافاه ليك هتبقى كبيره وعظيمه الرسول يقول جاهدتوا الجهاد الحسن أكملت السعي حفظت الايمان اخيرا وضع, وضع عليه إيه. اكليل البر ربنا يدينا نعمه كلنا عشان نجاهد الجهاد الحسن الجهاد الحسن اللي مبني على معرفه م. في الطريق الصح م. وان نكمل الايمان م. ونكمل السعي عشان نصل ليه أمين. امين يا حضره القسيس وفعلا نفسنا فعلا يكون عندنا الجهاد الحسن والامانه وال... في حياتنا مع الله امين شكرا جدا واسفين ان كنا ارهقنا حضرتك خالص خالص ده يسعدني خلصت حلقتنا اعزائي المشاهدين لكن لو عندك اي اسئله وانت بتقرا العهد القديم او العهد الجديد تقدر تراسلنا على العناوين اللي ظاهره قدامك على الشاشه الحلقه الجايه هنكون بنتكلم عن ايه بتقول ان الله بيقسم هو الله بيحلف ولو بيحلف بيحلف بمين ده اللي هنناقشه في حلقه جديده من اله الدماء